لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بدولة ليبيا قررت إنشاء عدة جسور مهمة جداً في مدينة بنغازي. من هذه الجسور هو جسر يعتبر حيوي جداً ومهم جداً لأنه يربط ما بين منطقتين سكنيات، إضافة على ذلك أنه جاء بجوار شارع تجاري وهو أكبر شوارع تجارية في مدينة بنغازي، إضافة على ذلك أن جاء جنب مؤسسة تعليمية تعتبر من أكبر المؤسسات التعليمية في مدينة بنغازي واللي هي جامعة بنغازي اللي تأسست سنة 1955. جسر جامعة بنغازي، الجسر اللي تقدر تقول أنه راه جاي في مكان مهم جداً، لأن فترة الظهيرة وتحديداً فترة خروج الناس من مدارس مرواحة العاملين كان المفرق اللي أنا حالياً موجود، يعني هذا المكان اللي أنا موجود فيه وكان مفرق، وكان مفرق في عدد كبير من الطرق. جنبك في شارع واحد من أكبر الشوارع التجارية في مدينة بنغازي هو شارع فينيسيا، عدد المحلات إضافة على ذلك أن كبر الشارع يعتبر من أكبر الشوارع، زيادة عليها أن جنبي وحدة من أكبر وهي أم الجامعات الليبية هي جامعة قير يونس وهي جامعة بنغازي. عدد الناس اللي يقروا هنا وعدد الطلبة اللي يقروا يفوق أكثر من يعني فوق من 15,000 طالب في عدد الكليات والتخصصات الموجودة داخل جامعة بنغازي. إضافة عليك هنا واحدة من أكبر العمارات الموجودات هنا وحدات الإسكان العامل هي عمارات قير يونس، كوبري طرابلس، يعني كان المكان راهو مفرق. عدد الزحمة وعدد السيارات اللي كانت موجودة فيه يعني بشكل كبير جدا. الشيء اللي داروه أول ما بدأت الشركة وهي شركة أكاكوس داروا حاجتين مهمات جدا بحيث أن هم يقدروا يتغلبوا على قصة الزحمة ويبدوا في عملية مرحلة إنشاء الجسر اللي نحن موجودين فوقه حاليا اللي هو جسر جامعة بنغازي. تم إنشاء طريق خدمية وأيضا طريق خدمية أخرى اللي هي بجانب الجسر من على اليمين ومن على اليسار، بش يقدر السيارات يتحركن بأريحية، وأيضا يقدر الناس اللي هم جايين من مثلا من منطقة الفويهات أو اللي جايين من القوارشة ومن قير يونس يقدر أن هم يخشوا في الطريق بشكل مرن جدا وبشكل سلس. فمعلومات واجد نحن حناخذوهن على طول الجسر، على عرض الجسر، وهل الجسر هذا يعني يعتبر زي الجسور اللي قاعدين حاليا نبنوا فيه في مدينة بنغازي ولا يفرق؟ لأن على ما أعتقد وعلى حسب ما أنا فهمت أن الأرضية اللي نحن قاعدين فوقها هي أرضية صبخية، يعني صبخها اللي قاعدين فوقها، فكيف قدرت الشركة أن هي تحاول أن هي تبني جسر فوق أرض صبخية في مدينة بنغازي؟ فهل الجسر بإذن الله تعالى له مواصفات وله معايير؟ وهل في جودة قاعدة موجودة معانا في الجسر بحيث أن هم حطوا لك معايير أن كم حيمسكنا الجسر؟ إضافة على ذلك أن الجسر نشوفه فيه مايل، يعني الشك أن احنا قاعدين نتفرجوا على حاجات هنتعرفوا عليه مع بعضنا بإذن الله تعالى، مش نقدوا عارفين التفاصيل الأكثر فوق جسر جامعة بنغازي. هنفهم تفاصيل أكثر يعني حول جودة المشروع تحديداً. حيكون معايا البشمهندس أسامة طبولي مدير إدارة الجودة بشركة أكاكوس للمقاولات والاستثمار العقاري. أنا سلام بيك بشمهندس، ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أولاً يعني السؤال يطرح نفسه أن نحن موجودين فوق جسر، هو جسر تم إنشاءه في يعني أمتى تحديداً بديتوا أعمال الجسر في مدينة بنغازي؟
في بداية شهر 7/1/7 بدينا فعليا في إنشاء جسر جامعة بنغازي اللي هو طريق العروبة مع تقاطع الدائري الرابع اللي هو مسمى فينيسيا. كويس. بديته يوم 1/7. يوم 1/7 فعليا. بديته في جسر كان واحد من أهم الجسور. يعني نحكوا عليه مفرق كان في مدينة بنغازي بسبب عائق كبير في الزحمة في شوارع بنغازي. كيف جاتكم البداية وكيف بديته؟ شنو الصعوبات اللي واجهتك بحكم أنك أنت مدير إدارة الجودة يعني؟ قمنا بالعمالة المسرحية بالكامل، محيط المشروع بالكامل، موقع الجسر بالكامل، كنا رفع اللي هو المباني والإنشاءات اللي موجودة، تم الكشف على الكواب والأنابيب المياه السرب والأعمال البنية التحتية اللي موجودة على يعني هنا قصدك أنت في كواب اللي هو شركة هدف ليبيا على خط المياه خط 600 اللي هو خط اللي يغذي في الحالات الغربية البنغازي. يعني هذا مغذي للمنطقة القوارشة، قريونس، العمارات، الإسكان العام. كان قدرنا عملية كشف عليه وبدينا في أعمال الحفريات. مش ما نحن ما ندروش أي عملية تصير إتلاف الكوابل أو الأنابيب تحت الأرض. كويس. وقصدك أن الموضوع يعني أنتوا يعني حكيتوا مع هاتف ليبيا، حكيتوا مع شركة المياه، حكينا مع الجهات بالكامل. هم أعطوكم الخريطة الخاصة بمرور الأنابيب. كويس. يعني توا نحن أكيد أنتوا أخذتوا جانب الأنابيب يعني. أخذينا جانب الأنابيب. كويس. باي تمام. الجسر نشوف فينا فيه الميلة بسيطة، مش عارف أنا هل هو فيه فعلا يعني حكي فيه ميلة. كيف جت الفكرة بالضبط يعني؟ الجسر في بداية الخط من الخط في اتجاه الجسر طرابلس اللي هو في اتجاه الثالث. في خط أنابيب اللي هو جاي قرص اللي هو المنتصف الجسر وكان فيه المنهول موجود الغطي في الحالات الغربية. في الأساس كان المسار اللي هو طريق العروبة. لو تجيه انت للجسر حتلقاه على امتداد الطريق الموجودة في اتجاه العروبة من بداية الدائري الثالث لعند نهاية الجسر اللي عند كلية هانز. كويس. ففيه الميلة البسيطة. الميلة البسيطة. كويس تمام. واحدة من الحاجات اللي نعرفها نحن كسكان مدينة بنغازي أن المنطقة هذه تعتبر من المناطق السطحية، مناطق أصبخة يعني نقوله في بنغازي. كيف تعاملت مع الشيء هذا؟ يعني احنا نعرف أن الأرض تتأكل بعد فترة. صح. قصة الأصبخة والملح. مظبوط. بنين عليها جسر. الموضوع راهو الجسر مبني على 64 بايلز اللي هو 68 عمود خرساني نازل في عمق اللي هو 25 متر تحت باطن الأرض. المية موجودة كانت على 3 متر أو مترين ونص موجودة. 3 متر؟ أو مترين. يعني مجرد ما أنك أنت تحفر مش بسيطة نزل. مياه بسيطة مياه غزيرة كانت. بس كان ولكن تأثر. تأثر لكن كانت التقنية المستخدمة في صبغ خرسانة البايلز كانت تحميهن مع مرور الزمن. كويس. بالنسبة لكم أنتم كإدارة جودة، المعايير اللي حاطينهن لحماية الجسر على مدار كم سنة لقدام يعني؟ كان كجسم خرساني اللي هو كجسم إنشائي موجود على المكان الواقع اللي قاعدين فيه، نحن قدر المستطاع أن حطينا جميع الاحتمالات مع هذا التخريب اللي هو الأعمال التخريب اللي مثلاً أعمال التخريب علينا بروح حوادث اللي هو الأمور الثانية، لكن الجسر عمره مش أقل عن 50 سنة حيكون ممتاز. بعدين إنك تخش مرحلة الصيانة ولا هذه تحكي أنت 50 سنة مع الصيانة الدورية المهمة جدا. 50 سنة ما تكونش في عملية حوادث تصير في الجسر أو ما تكونش في عملية إتلاف مثلا، لكن الجسر عمره 50 سنة. كويس. كيف رأيتوا جسر بجانب شارع حيوي؟ إضافة على ذلك أنها جامعة وحتى من أكبر الجامعات وهي أم الجامعات الليبية هي جامعة بنغازي. كيف تعاملتوا مع الموضوع أن حركة المرور كيف حتكون سهلة يعني كقسم جودة وإدارة جودة؟ كيف تعاملتوا مع الموضوع؟ في بداية الأعمال التصميمية قمنا في إنشاء طرق خدمية مختصة. يعني الطريق هذه ما كانتش موجودة؟ الطريق هذه كانت مايش موجودة هي، بس نحن كنا جينا للجدار للمعسكر تم إنشاء طريق خدمية للناس وتم إنشاء طريق خدمية للجامعة. للجامعة. الطريق الخدمية للجامعة حتكون في المستقبل هذه مختصة بجامعة بنغازي. كويس. مش ما تسببش في زحمة داخل داخل الجسر. تم إنشاء سجيل الدوران اللي هو تقاطع الدائري الرابع مع العروبة، اللي مدخل جزيرة الدوران دخول والخروج كان يكون طريقة آمنة سلسة بسبب الزحام. تم إنشاء دورانات آمنة تحت الجسر في حالة إن مثلا المركبة جاية من غرب بنغازي وحاب إنه بيرجع
ما يلفش على جزيرة الدوران يتشبه الدوران الآمن. يعني نحن نقول لنا الدوران الآمن موجود تحت الجسر بحيث أنه هو يسهل حركة المرور للشخص اللي جاي من غرب بنغازي. أنا ما نبيش نخش للجسر، ولكن ماذا لنا بنستخدم مثلا طريق نمشي لقريونس مثلا، عبارة عن أننا نرجع تحت الجسر، يرجع قريونس بالدوران الآمن، بالدوران الآمن من تحت الجسر، لا نخش في زحمة ولا نخش في أي شيء، عبارة عن أننا نلف دوران آمن. الدوران الآمن مجهز عليه أكبر شاحنة تدخل فيه تاز. يعني انتم دايرين بقطر، بقطر كبير جدا بارتفاع كم عرضه تقريبا الدوره الامن؟ 18 متر. 18 متر كويس، 18 ان شاء الله الدوره الامن كويس تمام. يعني نحن نقول حاليا انكم انتم رعيتوا جميع الاحتمالات، انكم انتم درتوا طريق خدميه، هل حتكون في طريق خدميه اخرى يعني جانب الجسر من هنا يعني زي ما نحن قاعدين نشوف فيها ان شاء الله، او انها حتكون فيه توسعه بسيطه في اتجاه الوحدات السكنية اللي في اتجاه المعسكر، راح تكون في توسعة بسيطة لدخول السيارات. كويس. هو سؤال بس يعني طبيعي الناس بالنسبة للطريق زي ما نحن قاعدين نشوفه عند الجزيرة اللي موجودة هنا، يعني المواطن لما مثلا بيشيك جاي من غرب بنغازي وخش للجسر، هل هو حيخش من هنا حيخش في الجزيرة، ولا انه هو لازم يمشي لشارع فينيسيا ويلف؟ لا لا لا، حيدخل الجزيرة بطريقة آمنة ويلف على الجزيرة بالكامل ويدخل. لا لا لا، هو مثلا بيمشي الشرق بنغازي، شرق بنغازي مثلا هو بدل ما يركب على الجسر، ولكن صار لا ظرف انه قال لك تذكر انه لا بيمشي. جميع الاحتمالات موجودة كويس، انه يمشي مع الاسفلت ويمشي في اتجاه الدائري الثالث اللي هو مع تقاطع. يعني هنا حيكون في تقاطع؟ لا مش حيكون في تقاطع، ولكن حتكون حركة بسيطة، حركة سلسة، حركة سلسة، حركة سلسة. يعني الشخص اللي جاي خش للجزيرة مع الشخص اللي جاي مع غرب، ما يعترضش وياه، ما يعترضوش مع بعض، مش حتسبب في ازدحام. لا مش حتسبب في ازدحام. كويس تمام. بالنسبة لكم كمعايير جودة وكمعايير تحديدا للجسر، يعني عدد القواعد الرئيسية اللي استخدمتوهم للجسر كم؟ القواعد الرئيسية المستخدمة للجسر ان تقريبا الموجودات في الجسر بالكامل، القواعد الفعلية اللي هو القواعد الرئيسية للموجودات في الجسر، خمس قواعد. في المجمل الخمسة إلى عشر قواعد، إنه مفصول الجسر هو الجناح اليمين مع الجناح اليسار. كويس. كل ثلاث أعمدة موجودة على قاعدة. كويس. الجدار اللي هو الجدار الرئيسي الأمامي والخلفي هذين موجودات بالكامل على قاعدة مستمرة مع بعض. كويس. الطبقة الأولى هذه طبعًا أكيد طبقة أولى من رصف الأسفل. الطبقة الأولى. هتكون في لها طبقات، هتكون في طبقتين ثانيات بعد ما نكمله اللي هو الصب نيو جيرسي، هتكون الطبقتين الثانيات النهائيه بالكامل للجسر. هذا مش يعني في ناس سالت ما خايفين منه انه يتكسر وتطيح انت بعدين في السيارات. مصبوب بطريقه احترافيه الشركه المصنعه للماكينه، وطريقه الخلطه اللي موجوده لأنها حتكون فيها سلامة آمنة، طريقة آمنة للركاب الجسر بالكامل. يعني لا قدر الله أن واحد خبط، مش حيكون فيه صدمات على الركاب المركبات بالكامل. كويس تمام. كإدارة جودة حاليا كرسالة منك على الجسر لسكان مدينة بنغازي، ممكن أنا ما قدرت أرسل لك ولكن تفاصيل أكثر عندك بحيث أن نحن وصلوا لجميع إن شاء الله حيكون جسر بأيدي ليبية بالكامل، مبني بأيدي ليبية بالكامل داخل مدينة بنغازي. شركة ليبية هي شركة أكاكوس للاستثمار العقاري أنشأت الجسر هذا في ظرف وجيز جدا، والشكر يعود بالكامل اللي هو للجنة الإعمار والتوجيهات اللي هو اللجنة المشرفة على موضوع الجسر بالكامل. قدر المستطاع نحن حطينا كل شيء فنيا موجود داخل الجسر. شكرا جزيلا لك باشمهندس اسامه طبولي، ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا باشمهندس اسامه طبولي مدير اداره الجوده بشركه كاكوس للمقاولات والاستثمار العقاري. نحن ما زلنا مكملين ولكن حنتجه الى باقي المعلومات اللي حنتعرفوا عليهن حاليا من جسر جامعه بنغازي.
حاليا انا حنخش داخل ورشه العمل تحديدا في جسر جامعه بنغازي. يعني تقدروا تقولوا ان اعمال واجد قاعده تصير داخل الجسر ما بين مهندسين ما بين يعني اعمال واجد 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 فوق مما انكم انتم تتصوروا داخل الجسر. يعني انا قاعدين نشوفه في واحد من العمال. السلام عليكم. سلام. شو الجو شو دير قاعد؟ ها؟ بندوره. يعني انا هذا قاعد يقوم باعمال البندوره، يعني قاعد يوسع بحيث انهم يديروا اعمال البندوره بحيث انها تكون الطريق هي الدوران الامن. فوق انا فيه اعمال الصب الخرسانه الخاصه باعمال الجسر، يعني قاعدين زي ما نشوفه هنا شوفوا اعمال الجسر او الاعمال الخاصه بالخرسانه. شوف هذوما فريق قاعد يخدم على شكل الجسر الخارجي بحيث انه يكون موضوعه بشكل امن جدا بحيث انه هو يكون الصب الخرسانيه الحاميه للجسر. يعني زي ما نشوفه حاليا انا لورين تلقى بالصحة. يعني انا قاعدين يقوموا باعمال الصب واعمال الياسة بش انه يكون الشكل امن جدا للجسر بالجنب. هنا في ايضا اعمال البلدورة هي المهمة جدا التركيز عليها، لان هذا حيكون مكان امن للناس اللي هم مثلا جايين من الطريق اللي من هنا، هذا حيكون فيه لهم طريق خدمية بحيث يقدروا يخشوا داخل الجسر. يعني اكثر من مكان قاعدين يخدموا فيه داخل الجسر في اكثر من نقطه. يعني تلقى اعمال الخرسانه، اعمال الصب، ايضا اعمال الخاصه باعمال الممر المشاة. مثلا لو ان مثلا في ناس تبي تقطع طريق من طريق الى طريق حتقدر تنتقل عن طريق ممر المشاة. ايضا انا في ناس قاعدين يخدموا. السلام عليكم. شو جو شو ديروا قاعدين بندورة؟ يعني هذا استكمال لباقي البندورة اللي هم قاعدين يشتغلوا عليها، اللي هي الممر الامن اللي انا قاعد فيه. المكان هذا تو انا قاعد احكي معاكم هذا حيكون ممر امن جدا. يعني مثلا الناس اللي جايين مثلا من شرق بنغازي حيكون ممرور من هنا سلس جدا وسهل جدا، انه هو يقدر ياخذ اللفه اللي انا قاعد فيها تو هذه، اللي هي بعرض حتكون بعرض واسع، يعني ممكن في التسعة اكثر من 9 متر، بحيث انه هو يقدر ياخذ اللفه بشكل سلس جدا ويرد الى شرق بنغازي. نورين يا شباب، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. أنتوا أعمال حاليا بندورة حتى أنتوا؟ أعمال بندورة؟ ها؟ نجارين. نورين يعطيكم الصحة والعافية. هذول قاعدين حاليا أسوا في شكل البندورة الرئيسي للجسر بحيث يكون الدوران آمن جدا. أي مشروع لازم في مهندس مختص في الأمور المسرحية بصفة عامة. حينضم معي الآن باشمهندس عمر عبد القادر غيث، مدير إدارة المساحة أو مهندس مساحة بشركة أعمال مساحية بشركة أكاكوس للمقاولات والاستثمار العقاري. باشمهندس بديت عملكم داخل جسر جامعة بنغازي من أعمال المساحية بصفة عامة. أعمال المساحة. أنت بديت بأعمال المسح، أعمال التخطيط، وظيفة عملك كيف بدأت؟ أعمال مساحية طبعاً أول بدأنا برفع المنطقة كامل وتصميم ورفع المعلومات للمهندس الإنسائي بحيث إنه هو ينشئ الجسر وتبان عنده العوائق. وبعدين بدأنا بوضع نقاط مساحية بحيث إنه هو يتم فيها تصميم الجسر بمناسيب معينة. كويس. وعملنا نقاط مساحية مسمى في كروفيرس، نقاط مساحية يتم زرعها في المشروع بالكامل. أكثر من نقطة يعني. أيوه، بحيث إنه يستطيع المهندس إعطاء المناسيب
كافة الأعمال سواء خرسانية أو ترابية في المشروع. أي شيء لازم يمر عليك. ضروري يمر على المهندس المساحي. المهندس المساحي. بحيث إنه هو يعطي عليها الموافقة يقول أوكي تقدر تنفذ. أيوه ويعطيه في نفس الوقت المقاسات والارتفاعات والانخفاضات الأعمال اللي تم في المشروع. كويس. أيوة. بالنسبة للأعمال الخاصة بأعمال الخرسانة. أعمال الطريق. أعمال كل شيء يعني واحدة من الحاجات اللي قاعدين نشوفها أعمال خرسانة. هل هي هذه وضع من ضمن الأعمال المساحية؟ أعمال مساحية. بحكم أنكم أنتم تعطوا عليها المناسيب الخاصة في الطول في الارتفاع في النزول. أيوة. هذه واحدة من مهامكم أنتم. واحدة من. كيف يتم تحديد مثلاً مثلاً على منسوب مياه الأمطار مثلاً خلينا نقوله جت المية بتاع المطار. في ناس واجد تسأل تقول لك إن مية المطار لما تبي تنزل وين هتمشي في الجسر؟ فأنتم كمهندسين مساحيين كيف تعاملكم مع الشيء؟ يتم تصميم طبعاً مسارات للجسر بارتفاعات وانخفاضات ويتم أعمال شبكة صرف صحي للجسر وفي نفس الوقت عن طريق التصميم يتم عمل مناسيب تتجمع فيها المياه الأمطار ويعملون الغرف عملية شفط شفط. كويس تمام. بالنسبة للأعمال المساحية الخاصة بالطريق احنا نحكي عليه اربع طرق قدميه اوكي خاصه بشاميه البنداسي عندك طريق ايوه شارع فينيسيا طريق ايوه طريق داخل الجسر ايوه وطريق اخرى خاصه بالدوران الامن دوران الامن اربع أيوة. طرق اربع او خمسه مش عارف أيوة. اربع طرق اربع طرق مسافه ومساحه كل طريق كم عرض العرض والله بالنسبه للطريق الخدمي للجامعه 9 متر لكن كفتح مسار نفتحه ديما في متر زايد من هنا ومن هنا يعني 11 متر أعمال الترابية تم فيها ردم طبقات بالكامل تأسيس وبعدين يتم رصف الطريق على 9 متر كويس وفتحت الجسر تختلف يعني في عرض الطريق يعني. كويس لا قبل ما ننتقلوا إلى المنطقة الأخرى ولكن أنا في سؤال حاليا قاعد يراود فيه يعني لما نشوف في فتحة موجودة وانت جاي مثلا من شرق بنغازي ما ركبتش على الجسر ولا خشيت مش انك انت تدير الدوران للآمن ففي فتحة موجودة هنا هذه شنو وظيفتها؟ شنو حتكون؟ هذه للخارج من الجامعة ويدخل على فينيسيا او يدخل لبنغازي يدخل من الفتحة هذه ويدور على الجزيرة ويرد اذا كانوا داخل لبنغازي او لفينيسيا يرد من هنا لكن بالنسبة للجامعة عاملين لها فتحة على كلية الهندسة فتح قدام وخارج من الجزيرة ويطلع يدخل على الجامعة. أي تمام. إحنا عندنا تو بوابة رئيسية. أيوه. البوابة الرئيسية اللي أنت قاعد تقول لي خارج من الجامعة. أيوه. أنا نحن نعرفه أن البوابة الخارجية لسور الجامعة مثلاً أنك أنت هذه بوابة الدخول كانت مش بوابة الخروج أو أن هي حيتم مثلاً. لا بالنسبة للبوابة الرئيسية بإمكان يعملوا فتحة لكن التصميم. جاي ان هذه مثلا اي شخص مستخدم للطريق للجامعه يقدر يخش قصدك يمنع فيها التقاطع مباشره بالجزيره الدوران ضروري يلف على الدوران الامن الدوران الامن ايوه يعني اللي جاي من هنا مش حيخش في الدوران الامن ما مش حيخش في الدوران الامن عباره عن هو ياخذ الجزيره ويخش لشارع فينيسيا تمام حننتقل للمكان الاخر حندرسه ونكمل باقي الحديث بالنسبة لي الموجود جنبي حاليا أنا أعمال خاصة بالدوران الآمن جارة أعمال جارة للتمهيد للأعمال البنية البلدورة بحيث أنه يكون موضوع دوران الآمن بحيث أنه يكون يعني أنها قاعدين نقولوا أن الطريق هذه بعرض كم؟ هي دوران الآمن
تبدا من 9 متر وتتوسع داخل الجزيره. يعني حتبدا ب 9 متر مرورا الى 20 متر بحيث انها تكون الحركه سلسه من غير حدود اي ازدحام. نفس الشيء وانت جاي من شرق بنغازي وانت جاي من غرب بنغازي نفس المساحه. نفس المساحه تمام. بالنسبه للدوران داخل الجزيره كم كان العرض او بعرض كم الطريق داخل الجزيره؟ داخل الجزيره يعني ما بين الجزيره وما بين الدوران الامني كم عرض الطريق؟ هذه يتجاوز زي ما قديم يتجاوز زي ما 15 متر. 15 متر. 15 متر. كويس. طيب بالنسبه اللي جاي مثلا من شارع فينيسيا خاش بياخذ على اليمين. مع اللي أوكي. جاي من هنا. اوكي. اللي هو جاي مش خاص الدوران الامن ولكن بيطلع طول. بيطلع طول. يطلع طول. هل حتكون الطريق لا ميسرة؟ لا ميسرة وفي سلاسة في المرور السريع. وآمنة. وآمنة يعني أيوه. الجسر مصمم يعني بحيث انه هو يفك اختناقات مرور السيارات اللي كانت ويكون بشكل امن. بشكل امن يعني الشخص اللي جاي مثلا يعني قرر انه هو يخش باش ياخذ الجزيره ويلف على اليمين هنا حتكون لها عباره عن وقفه بسيطه انه يرجع مرور السيارات وحيمر وحيخش شارع شارع فينيسيا. اكثر شيء يعني اللي تخفف الزحمه باعتبار ان اللي خاش وطالع من بنغازي مش حينزل تحت الجسر. لا عباره عن لانه هو حيمر من فوق الجسر ولكن تمام. بالنسبه للاعمال الخاصه باعمال المساحه شبه انكم انتم انتهيتوا بين بالكامل يعني ايش ما زال لكم متبقي من اعمالكم انتم كمساحيه داخل الجسر جامعه بنغازي؟ والله بالنسبه للاعمال احنا في اعمال التشطيب تو يعني ما زال عندنا طبقات الردم اللي تحت الكوبري فوق انتهينا منها يعني بدينا في طبقات الاسفلت وان شاء الله تشطيبات نهائيه، لكن تحت الجسر تاسيس الطبقات الترابيه والاسفلت يعني هذه بس هذه هي الحاجه الوحيده. انا سعيد جدا بلقائك حقيقه يعطيك الصحه والعافيه باشمهندس عمر عبد القادر مدير او مساح لشركه اكاكوس للمقاولات والاستثمار العقاري. شكرا جزيلا لك ويعطيك الصحه والعافيه. معلومات كانت مهمه جدا خذيناها من باشمهندس عمر اللي هو مساح بشركه اكاكوس ان الطريق حتكون باربع طرق خدميه اضافه الى ذلك طريق الدوران الامن، الطريق الخاصه بالجزيره وطريق الجسر اللي هي المؤديه من غرب الى شرق بنغازي. ما زال في معلومات اخرى اللي هن مهمات جدا 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 داخل الجسر وتحديدا على تصميم الجسر لان الجسر مار بمرحله حاليا في مرحله الديكور مهمه جدا لازم نعرفوها اللي هو الشكل الخارجي كيف حيكتمل الجسر. فباذن الله تعالى حاليا حنكمله مع بعضنا، ما زلنا مكملين داخل جولتنا وما زال في تفاصيل واجد حنعرفها انا وياكم من داخل وجودنا في جسر جامعه بنغازي. التفاصيل المهمة جدا وأهم التفاصيل حول الجسر بدايته وانطلاقته هنعرفون عن طريق الباشمهندس أحمد عثمان غفير مدير المشروع. يعطيك الصحة باشمهندس موفق ربي يعطيك الصحة والعافية. موفقين إن شاء الله. أنت بديتوا في المشروع تفاصيل أكثر حول هذا المشروع. إحنا البداية الفعلية كانت في تاريخ 1/7 تم أولا قفل الطريق من ثم إزالة العوائق اللي كانت موجودة من أعمدة كهرباء من أسفلت قائم من بلدورات كشف الطريق بالكامل. هذا كان في تاريخ 1/7 من ثم بدينا في مراحل تنفيذ الجسر بالكامل. بدينا بالحائط الساند هو كان هذا أكثر وقت. حائط الساند أنا نقول 140 متر كويس ارتفاع بداية ارتفاعه 7.5 متر
ومن ثم يبدأ يقل إلى الـ change 140. كويس. بدينا برضو في تنفيذ القواعد الأساسات من الخوازيق بايل معروفة بالبايل فاونديشن. بعد 68 خازوق وقطر متر والطول 20 متر تحت منسوب تحت منسوب اللي حاليا نحن موجودين عليه 20 كويس. متر وقطر متر نحن حاليا راهو موجودين فوق تقريبا انا ما اعتقد ان مدينه بنغازي سميت بالمالحه وجودها انها هي منطقه سبخيه اكثر شيء ونحن تقريبا موجودين في منطقه واحده من المناطق نسبقها في مدينة بنغازي والمناطق الترابية جدا اللي هي الأقرب إلى الأقرب إلى المياه المياه الجوفية بالضبط مياه ارتفاع المياه الجوفية أنا كويس كيف تعاملتم مع الشيء هذا؟ طبعا تم أولا اختبار دار اختبار التربة اختبار الجسات ف يعني استخدم في صب 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 الخوازيق مواد خاصه تمنع تغلغل الميه في الخرسانات ينصب اسفل الجسر اضافه الى نظام الحمايه للخرسانات القواعد والاساس اللي هو اسفل الجسر كويس يعني انتم كم نازلين لوطه 20 متر 20 متر لوطه وقطر متر قطر متر قطر متر 20 متر تحت الارض 20 متر تحت الارض ما شاء الله هذا وطبعا تم خرسانه مسلحه يعني مش خرسانه مش صب خرسانه عاديه وتم استخدام ايضا مواد خاصه تمنع اختلاط المياه بالخرسانات يعني حتى الخرسانه اللي موجوده تحت محميه ان هي من العوامل تحت اللي تحت الارض تحديدا المياه الجوفيه يعني. بالضبط كويس في اسئله واجد حنسال لك ولكن حننتقل لمكان الاخر بحيث ان احنا ندرسه اكثر حول معلومات اكثر جدا باذن الله تعالى مهندس بديت في شهر 7 قمت بأعمال الحفر نزلت في أرض سبخية 20 متر تحت الأرض يعني ارتكاز كويس إن شاء الله الشكل العام للجسر مهندسين حتى هم ليبيين اللي داروا الجسر بصفة عامة يعني بحكم أنها شركة ليبية يعني. بالضبط التصميم التنفيذ كله من قبل شركة أكابس خلال يناير يعني في انت اللي داير التصميم تاع الجسر تصميم الانشائي وتصميم المعماري كويس يعني انت خاطي انك انت مثلا مهندس مشترف انا منفذ مهندس منفذ ومدير مشروع وخاص برضه بالتصميم تصميم الجسر كامل كويس يعني ما سبق لك انك انت صممت جسور فتره دراستك يعني فانا تخرجت عام 2017 من جامعة نوتنغهام في بريطانيا وسبق أن اشتغلت في شركة يعني بمدة سنة في إنشاء جسور وإنشاء يعني الجسور. سبق لك أنك أنت مارست المهنة بتاعتك بس خارج ليبيا ولكن المرة هذه يعني نحن نقوله شباب ليبيين تخرجوا خارج ليبيا ولكن المهنة بتاعهم يقدموا فيها داخل ليبيا كويس باشمهندس الشكل العام للمشروع أول ما بديتوا فيه يعني كيف رسمتوه ان نحن قاعدين جنب واحد من اهم المفترقات الطرق في مدينه بنغازي ما بين جامعه ما بين شارع حيوي ما بين غرب وشرق بنغازي بالضبط وطبعا بدايه المشروع قبل بدء في التصميم تم رفع المنطقه بالكامل تم اجراء
دراسة لحركة المرورية بالكامل، الكثافة المرورية، ومن ثم تم يعني بدأ في أعمال التصميم. يعني زي ما تلاحظ الجسر جاي يعني امتداد، اللي هو جاي من امتداد الدائري الثالث إلى طريق طرابلس، ويوجد جنب جانب الجسر أربع طرق خدمية بالإضافة إلى طريق المفصولة الخاصة بجامعة بنغازي، حيث أن يكون الحركة انسيابية في جميع الاتجاهات، حركة آمنة وانسيابية في جميع الاتجاهات. وأسفل الجسر زي ما شفنا يوجد عدد 2 نيوترن مع جزيرة دوران مفصولة عن جامعة بنغازي. يعني رأيتوا الزحمة اللي تصير في وقت الذروة؟ في وقت الذروة بالتحديد، في وقت الذروة من ناحية الصبح وفي بعد الظهر يعني. فحاولنا بالنسبة لجامعة بنغازي زي ما نعرفوا فيها يعني كثافة مرورية، حجم سيارات كبير يعني يدخل ويخرج من الجامعة، فتم فصله بالكامل عن الطريق الرئيسي، وتم يعني فصله بحيث أن يكون مفصول عن الجسر بالطرق الجانبية اللي جنب الجسر. طيب. يعني البوابة الرئيسية الخاصة بجامعة بنغازي حتكون لها طريق خدمية خاصة بها. بالضبط. الطريق اللي هي جايك انت مثلا من غرب بنغازي بتتجه الى شرق، بتتجه من شرق بنغازي لغرب بنغازي من فوق الجسر. فوق الجسر جاي من شرق، من غرب بنغازي بتلف وتبي ترد عن طريق اليوتيرن اللي هو حاليا امامنا، اوكي، اللي هو الدوران الامن. الدوران الامن جاي من شارع فينيسيا، جاي من عندك شارع جزيره، حتدخل الجزيره، حتتجه اذا كان متجه في اتجاه القوارشه، او جاي من عند القوارشه وتبي تتجه او تبي ترجع للدوارشه مره اخرى. كويس. شوف انا حنكون معك صريح جدا، عدد كبير من الليبيين حاليا تحديدا في مدينه بنغازي يعني قاعد يقول لك شركه ليبيه ومنفذه الى جسر، وجسر يعني يعتبر حيوي ومهم جدا. الثقه في الصناعه الليبيه اصبحت عندنا شويه ما فيش ثقه من عند المواطن الليبي، ف كيف حتكسب ثقة المواطن بحيث انه هو لما بيركب على الجسر ما يمشيش بسرعة 20 ولكن يمشي متريح، يعني يقدر يركب بسرعة 100 وهو متريح يخش تحت الجسر يدير الدوران الآمن، اللي جاي ايضا يقدر يخش من تحت الجزيرة، يعني الموضوع بشكل آمن. هل قدرتوا تكسبوا ثقة المواطن بحكم انه راو هذا المواطنين راو؟ استاذ مالك هذا واقع عايشينه، لكن بالنسبة كشركة أكاكوس يعني ندرس في موضوع الجسور هذا تقول من حوالي 5 سنين فاتت. كويس. ودرسين جيد يعني، وسبق للشركة أن نفذت الجسور أو إعادة إنشاء الجسور، ثلاث جسور في منطقة الصبري، هو جسر أحمد رفيق المدوي عند طريق الكورنيش، جسر سيدي يونس وجسر ثامة. يعني انتوا سبق لك ما كنتوا نفذتوا جسور يعني بالضبط. ولكن سمحني بس، الجسور اللي غادي كانت صغيره ايش بنفس الكبر الجسور هذين، هل شركه تكاكس قادره ان هي تكسب ثقه المواطن بحيث ان راهو جسر ليبي وفي بنغازي وراهو نادرين كم جسور؟ هل بالتاكيد يعني حتى في بعض الاختبارات حيتم اجراء للجسر للتاكد من سلامه التصميم والتنفيذ. زي ما ذكرت في منطقة الصبر يعني كان يمكن أسوأ. ليش؟ لأن كان ثلاث جسور كانت متفجرات تفجير، تم إعادة تأهيلهم بالكامل، دعمهم بالكامل، وإنشاء أجزاء يعني كانت متفجرة بالكامل. كويس. فجرا عام 2015. حاليا نحن في تجربة إنشاء جسر بالكامل، احنا على ثقه تامه يعني في سلامه وسلامه التصميم والتنفيذ. كويس تمام. وحيتم ان شاء الله اجراء اختبارات تاكد من إن شاء الله سلامه الجسر. جسر جامعه بنغازي شنو يفرق على باقي الجسور الاخرى؟ لا كطول، كمسافه، كامكانيات، طول الجسر، كتقنيات مستخدمه، عفوا، ككبر، كمساحه، كامان، شنو يفرق على باقي الجسور الاخرى؟ طول الجسر بالكامل 500 متر وبعرض 21 متر، له حارتين مفصولات. التصميم بالكامل يفرق، يعني تم اقتباس الحضاره الليبيه، الحضاره التغريقيه، من يعني حتى لو لاحظنا في شكل الاعمده
شبيهة بأثار شاحات، لها طابع حضاري يعني مميز من ناحية معمارية، من ناحية إنشائية، من ناحية مساحة زي ما ذكرت يعني له يعني أربع طرق خدمية جانبية بالإضافة إلى مساحة أسفل الجسر بالإضافة إلى الطريق الخدمي اللي ذكرناه. هذه من ناحية جيومتريك ديزاين أو من ناحية تصميمية. من ناحية إنشائية تم استخدام تقنية البوست تنشن في الجسر بعدد. شنو هي التقنية هذه عفوا؟ هي تقنية مستخدمة تم استخدامها أول مرة يعني من قبل الشركة الليبية في ليبيا. أول مرة يتم استخدامها. شنو الفكرة منها التقنية؟ الشركة الليبية هذه تقنية تستخدم في خاصة في تنفيذ الجسور، تعطي الجسر كفاءة وجودة عالية، يتحمل أحمال عالية جدا. يعني زي ما يعني ذكرنا الجسر يعني تصل حمولته إلى 160 طن في الإسبان الواحد. الإسبان هو من 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 صبور تصبور، من جزء من عمود إلى عمود، يصل حمولته إلى 120 طن. قمت بتجربة هذه؟ قمنا بتجربتها في اختبارها في جسور الصابري، وحاليا ان شاء الله في الايام القادمه حيتم استخدام تقنيه البوست تنشن. استخدمت لا زي ما يعني مش كل الامور واضحه في الملك، التقنيه البوست تنشن تم استخدامها فعلا، تم هي حاليا مخفيه كوابل حاليا. يعني انتم حطيتوها داخل الكوابل داخل الجسر داخل الجسر، تم شدهن وتعطي الجسر كمتانة وكفاءة عالية، وتحمل أكثر عدد ممكن من السيارات ومن الأحمال أو الأوزان. يصل الوزن بتاعها إلى كم؟ الوزن يتحمل الجسر 160 طن في الإسبان الواحد. يعني نحن نقوله ما بين عمود والعمود، هذا هو الإسبان 160 طن يتحمل، هذا 160 طن بالضبط. كويس ممتاز. هذا من ناحية إنشائية يعني أحمال عالية، تتكلم على أحمال عالية، تتكلم من ناحية تصميم على مساحات عالية، تم مراعاة يعني عدد السيارات، ومن ناحية معمارية تم اقتباس الديكور أو الشكل المعماري من الحضارة الليبية. يعني الحضارة الليبية كويس ممتاز، متشابهة إلى الآثار شاحات كويس. هذه حنجيك عليها بعدين، يعني هذه واحدة من الحاجات المهمة جدا، أنك أنتوا درتوا نقشتنا نحن، يعني زي ما نقولوا نحن بالبنغازي حاجه بنغازيه، استخدامها فوق جسر جامعه بنغازي. فانتوا استخدمتوها. تم ايضا استخدام زهره السلفيوم، هي زهره يعني معروفه نبتت مره واحده في مدينه بنغازي، في مره واحده مكانيه صح، كانت في جبل الاخضر. صحيح، هي تنبت في جبل الاخضر، وحاليا يعني حتى انقرضت هي. صح، هي نبتة سيلفيوم نبتت في وسط المدينة، وسميت عليها ميدان، هي ميدان السيلفيوم بعدين ميدان الخاصة. فكويس انكم انتم احتفظتوا بتقنية بثقافة. كويس تمام. هو سؤال بعد اذنك يعني، ولكن اعمال الجبس اللي حاليا قاعدين تقوموا بها خاصة في تكسية الجدار، الجسر بالكامل ملبس بالجبس بحيث انه هو يعطي منظر. هو اولا حاليا الاعمال المعماريه، الاشكال المعماريه يتم تنفيذهم، تستخدم فيه ماده الجي ار سي هي جلاس رينفورس كونكريت، يعني خرسانه مقويه فيها مواد خاصه بتقويه الخرسانه، هي ليست جبس. جي ار سي هذه ماده تعادل خرسانه سي 35 ميجا باسكال. يعني هذه ماهوش جبس، ماهوش جبس فعليا، هو اسمنت ابيض فيه فايبر جلاس، فيه الياف، ويعني تقدر تقول اسمنت مقوى اقوى حتى من الخرسانه العاديه. هو حيتم تكسية الجسر بالكامل. يعني قصدك يعني هذا حمايته 100% كويس، ما يتكسرش مثلا؟ حماية خارجية، يعني يقولوا ما يتكسرش. لا ان شاء الله ان شاء الله، لا في عدت عليه اختبارات يعني كويس. اسمع انا مش انا نحط المشاهد في ثقة. انا راهو مش نقعد انا وياك صريحين جدا. ممتاز، بعد نكمل انا وياك حنتجه وحندير تجربة، حنجربه، حنديروا تجربة وحتشوف، حنشوف اذا كان تكسر هذا امر اخر، ولكن اذا كان ما تكسرش
معنى ذلك انه هو فعلا ثقه في المشاهد انه هو يجد عارف انه الجبس او انه هو الجي ار سي مستخدم حتى في اشكال وديكورات معماريه يعني قوي جدا يعني كويس. حيتم تكسيك المبنى بالكامل بالجي ار سي بالضبط. الجسر بالنسبه للجزء هذا حيتم تكسيك الخرسانه الميول، حيكون برضو على نيوجيرسي اعلى جسر، حيكون على العمدان وعلى الكمر العرضي، بالاضافه الى نتة السيلفيوم حيكون برضو مصنع من جي ار سي ديكور خاص حيتم تركيبه يعني على الجسر. احتفظت بالطابع الليبي، احتفظت بالطابع التراث او بالتاريخ الليبي خلينا نقوله اكثر، استخدمته تكسيته. حاليا الجسر يعني استخدمته فيه تقنيه البوستنشن، استخدمته فيه الجي ار سي، استخدمته فيه اربع طرق خدميات. شنو ينقص الجسر؟ انا شفت طبقه قطران فوق بس حسيتها بالنسبه للاعمال اللي متبقيه حاليا هو رصف الجزء السفلي، تم الانتهاء من العبارات الخدميه الخاصه بالكهرباء وبالصرف الصحي وعبارات المياه. اعلى الجسر اربع طبقات اسفلت. اربع طبقات اسفلت يعني بسمك 24 بسمك 24 سنتي ما شاء الله. هذا اعلى الجسر طبعا زي ما نعرف ممكن الطريق يتم صيانتها بعد كم سنه، لكن الجسر المفروض انه يكون يعني صيانته يقل من صيانته على قدر المستطاع يعني. كويس. فاربع طرق تحمل اوزان بالنسبه للبر والميه وال هذا كله موجود، تم مراعاته يعني اعلى الجسر واسفل الجسر بحيث انه ما يكونش فيه يعني المياه مترسبه ومياه باقيه يعني. تمام. على الطرقات ناس واجد تسال تقول لك انها شركه ليبيه بطيئه يعني اعمالها بطيئه جدا مش وصلت الى هذه المرحله، شنو سبب البطء اللي كان عندك؟ هو بصفه عامه كل مشروع يفرق عن 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 مشروع اخر، له عوائق او له امور خاصه به، لكن انا زي ما ذكرت احنا بدينا في تاريخ 1/7 تقريبا الى الان 5 اشهر، فهذه تعتبر يعني فتره معقوله جدا، السرعه مطلوبه لكن الجوده ايضا مطلوبه. صح. ففي امور يحتاجني الى وقت، يحتاجني الى دقه في التنفيذ. نحن حتى باش ما نضايقوش على الناس في بدايه المشروع، تم انشاء الطريق الخدمي الخاصه بالجامعه اول شيء قبل ما نبدا في المشروع، قبل ما يتم اغلاق الطريق بالكامل. كويس. وتم تنفيذ طريق متكامله في الجنب الاخر من الجسر، حيث انه يكون سهل من الازدحام المروري ومسهل على المواطن بصفه عامه. فخمس شهور يعتبر يعني وقت يعني معقول جدا. لا بارك الله فيك. حقيقه انا في معلومات ما كنتش نعرفها، وحاليا احنا حاطينها فيه للمشاهدين، ان الارض اولا كانت صبخيه يعني تحفر 3 متر تطلع لك ميه. كويس انكم انتم نزلتوا 20 متر باش توصلوا في المتانه الارض طبيعيه باش تكون عليها ارض صخريه تحمي الجدار. هذه معلومات احنا ما كناش نعرفون ولا المشاهدين كانوا يعرفون. الى بعض العوائق يعني كان عندنا بنيه تحتيه، عدد من قوابل الضغط العالي والضغط المنخفض، كان ايضا خط مياه الشرب، خط النار، فكان اسفل الجسر اضطرينا ان نقلوه ونرعوه فتره التنفيذ. فهذا كان يعني وراعينا كوابل، ايضا كوابل هاتف ليبيا، كوابل الانترنت والاتصالات، فهذا كله راعيناه بحيث انه ما تجيش تكسر مره ثانيه، ما تكسرش وفي نفس الوقت ما تعطلش يعني امور اخرى يعني. الكهرباء مهم، الاتصالات مهمه، فتم مراعاته وتم حتى الحفر كان بدقه وكان يعني بحذر كبير. هذين يعني بعض الامور اللي نواجه فيهن عاده في المشاريع اللي ناخذ فيهن في عين الاعتبار باش ما نزيدوش. كويس. كم عدد الفريق متكون داخل جسر جامعه بنغازي من ادارات ومن اقسام ومن مهندسين ومن كل شيء يعني كم عدد؟ العدد يصل على حسب البنود يعني يصل الى 60
ما بين 60 مستخدم ما بين مهندسين ومشغلين آليات وعمالة وفنيين. كويس. هذا كعدد كلي. لازم. كلمة أخيرة حاب إنك أنت توجهها إلى كل متابعين بنغازي بالتحديد لشركة أكاكوس يعني المنفذة لهذا الجزء. نشكر أولاً يعني كل من ساهم في المشروع، نشكرك أيضاً على التغطية المميزة. حبيبي. نشكر كل المستخدمين، كل من ساهم يعني في تنفيذ المشروع. إن شاء الله. يعني أنا نبي نسلم عليك بس نبي بثقة أن هل أكاكوس كشركة ليبية وأول شركة تنفذ جسر حيكون واثق 100% أن المشاهد الليبي إن هو مليون في المية إن شاء الله، وحيتم اختباره وحيتم يعني يكون على ثقة تامة، يعني زي ما ذكرت في كان جسور أخرى تم تنفيذ والحمد لله. أنا أحترم جدا ثقتك. شكرا. أنا دائما أثق في الشباب. أحمد من المهندسين الشباب اللي تخرج من جامعة نوتنغهام، يعني شاب من 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 يعني مازال في بداية عمره، أنشأ يعني كان مدير تنفيذي في عدد جسور، اليوم هو مدير هذا الجسر. سلم عليه وعطاني ثقة، وثقة مهمة جدا أن بإذن الله تعالى جسر الجامعة حيكون من أهم الجسور وأوثق الجسور على مدار سنين قدام بإذن الله تعالى. نحن حاليا حنتجه إلى عملية التجربة اللي أنا وعدت الباشمهندس أحمد بيها، أني حنمشي وحنجرب الجي آر جي آر سي جي آر سي بحيث أني أنا حنجربه، بحيث أنا نعطيكم فعلا متانة الشيء اللي هم حيلبسوا به الجسر بالكامل. فخلوكم معي. شكرا. شكرا. التحدي كان بيني وبين باشمهندس احمد ان الماده المستخدمه ان هي ما تكسرش لا قدر الله في الحوادث في اي شيء، فحنديروا تجربه. قلت له هذه الثقه ما بيني وبين المشاهدين، فحنديروا تجربه باذن الله تعالى ان هي لو تكسرت يقعد امر اخر، ولكن اذا كان ما تكسرتش معناها باذن الله تعالى اوف هذه اللوحه تكسرت. هنجربه مره ثانيه. اوف الشيء المستخدم انه هو ماده صلبه حتكون حاميه للجسر باذن الله تعالى. حلقه اليوم حلقه نحن قاعدين من وسط المكان في داخل العمل، ممكن الصوره حتكون عندكم شويه مغبشه فيها نوع من التراب، لان نحن قاعدين في وسط الميدان تحديدا جانب جسر مهم جدا وحيوي، فنحن نعتذر على اي صوره كانت ممكن يعني مرت عليكم بشكل خطأ جدا من العجاج من أي شيء، ولكن بإذن الله تعالى أن نحن نراه شلناكم مش تخشوا معنا في نفس الموقع وتسألوا أسئلتكم وتشوفوا الجولة اللي هي أنتم مش قادرين تدروها، ولكن نحن جيناكم ودرنا لكم جولتكم اللي تمكم. جسر جامعة بنغازي، جسر اللي اهتم بشكل وتراث التاريخ الليبي، خلينا نقوله أنه بيش يكون بطراز معماري جميل جدا وياخذ الطابع الرائع والجميل لسكان مدينة بنغازي. جولة كانت مهمة جدا انها تعرفنا على اهم التقنيات اللي تم استخدامها داخل جسر جامعة بنغازي من تقنية البوستنشن، وايضا من اهم التقنيات الاخرى الخاصة بهذا الجسر. باذن الله تعالى حنتلاقوا معاكم في حلقة اخرى في جسر اخر وايضا مشاريع اخرى داخل مدينة بنغازي. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.